أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة فيما ارتفعت أسعار العملات الرقمية. هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 3% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 85 دولاراً فاصل 80 للبرميل الواحد. انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب من قبل الصين، وأيضا تركب قرار مجموعة الدول السبع لتحديد سقف الأسعار النفط الروسية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.30% عند 1735 دولارا للأوقية. انخفضت أسعار الذهب قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مع متابعة عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 4.30% لتغلق فوق مستوى 16,000 دولارا. ارتفعت البيتكوين خلال تعاملاتها في عامين الذي وصلت له أمس، بينما تستمر المخاوف بشأن تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة FTX على السوق.